مساء الخير إلى العناوين. وساطة ولي العهد تمهد النطاق لعمل إنساني أوسع. الشورى يطالب وزارة الموارد البشرية بدراسة آثار التوظيف بنظام التعاقد. هل أجهزتنا تتجسس علينا؟ مختص يكشف التفاصيل، يا هلا وطرق الحماية. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة اليوم مستشار الاتحاد الألماني في زيارة عمل للمملكة. ومن المقرر أن يناقش الأمير محمد بن سلمان والمستشار الألماني عدة ملفات اقتصادية وسياسية تهم المنطقة والعالم. جذبت العروض العسكرية التي قدمتها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية ضمن الاحتفالات باليوم الوطني 92 تحت عنوان عز الوطن جذبت سكان الرياض، حيث زاروا معرضها في واجهة الرياض. وضم المعرض عدة أجنحة تشتمل على برامج ثقافية ترفيهية وتوعوية، وتستهدف تقديم تجربة ثرية للزوار من معرفة سيرة الوزارة في بناء منظوماتها الأمنية وتطور قدراتها وخدماتها. المزيد من هذه التفاصيل عاشها زميلنا سامي الدلبحي وعد لنا بهذا التقرير. في وزارة الداخلية اليوم الوطني 92 بفعالية عز الوطن بكافة قطاعاتها الأمنية، بفعالية في واجهة الرياض نستعرض فيها أبرز الآليات وجهود قطاعات وزارة الداخلية في حفظ أمن المملكة وشبابها. وكذلك ما نغفل بأن لدينا ركن لشهداء الواجب الذين نخلد ذكراهم في مثل هذه الفعاليات، وهم شهداء قطاعات وزارة الداخلية كاملة. وكذلك نقدم في ركن مكافحة المخدرات رسائل توعوية للمجتمع للتعريف بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، وتستمر هذه الفعالية حتى يوم السبت 24 من سبتمبر الحالي. طبعا تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في المعرض المقام من قبل وزارة الداخلية احتفالا باليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية تحت عنوان عز الوطن، وذلك بالعديد من الفعاليات والعديد من الآليات والمعدات، كما يشارك حرس الحدود في العرض العسكري وكذلك في الفرضيات المقامة مع القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية. طبعا يشارك الزوار
الاطار مع منسوبي حرس الحدود في تجربه الرمايه، كذلك تجربه السيارات والمعدات والاليات وتجربه التسليح ما تشوف خلفنا الان، ويطلعون على امكانيات هذه الاسلحه وامكانيات هذه التقنيه وامكانيات هذه الاليات الموجوده وخدمتها في امن وامان مملكتنا الغاليه. يأتي قطاع الترفيه في المملكة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية نموا في السنوات الماضية، والأحداث والفعاليات والبرامج تشهد بذلك. رؤية المملكة 2030 أعطت هذا القطاع عناية كبرى. فيا هلا، نرصد لكم هذا القطاع عبر رؤية زميلنا سليمان الميمان. تمضي المملكة قدماً في دعم صناعة الترفيه بما يحقق رفاهية المجتمع ويعزز الاقتصاد. رؤية المملكة 2030 أولت هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على تعزيز حضور المملكة في خارطة الترفيه العالمية. تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشياً مع رؤية المملكة لتتولى مهمة تطوير وتنظيم قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيهية نوعية وشاملة تلائم كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة، إضافة إلى تواجدها في جميع مناطق المملكة. أعلنت المملكة عن خطة الاستثمار 64 مليار دولار في قطاع الترفيه، حيث يمثل الاستثمار جزءاً من مسار المملكة نحو رؤية 2030 الرامية إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة. فما بين الفن والطرب والتراث والثقافة والسياحة والتنوع، جعلت من المملكة وجهة ترفيهية متنوعة بأكثر من 2500 فعالية وبحضور تجاوز أكثر من 75 مليون شخص في مختلف مناطق المملكة. كما تستهدف المملكة باستقبال نحو 100 مليون زائر بحلول عام 2030. وبفضل دعم القيادة الرشيدة تسعى المملكة من خلال دورها الواضح والهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون المملكة العربية السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية الأبرز على خارطة العالم. تعتبر حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية أمراً أساسياً اهتمت به المملكة منذ توحيدها، وقد حققت على مر الزمان نقلة نوعية في مجال حماية البيئة عبر كثير من المبادرات والبرامج والمشروعات البيئية. فيا هلا، نرصد جهود هذا القطاع في هذا التقرير. أولت قيادة المملكة حماية البيئة جل اهتمامها، متمثلاً ذلك في إنشاء وزارة للبيئة وصدور الموافقة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتنظيمات الإطار المؤسسي للقطاع البيئي من خلال المراكز الوطنية البيئية الخمسة، وأيضاً صدور الموافقة على النظام البيئة، والتي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي. وتعمل المملكة في مجالات مكافحة تغير المناخ على الحد من ظاهرة التصحر والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الاستهلاك وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة. وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020 أقر قادة الدول نهج الاقتصاد الدائري للكربون CCE، وهو مفهوم يقوم على نظام الحلقة المغلقة التي تحد من انبعاثات الكربون وتساعده على إعادة استخدام وتدويره والتخلص منه. كما تشكل مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد خارطة طريق طموحة لا تقود المملكة فحسب، بل المنطقة والعالم لمواجهة التحديات البيئية من خلال زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج تشجير في العالم ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة.
كان الاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأمراض من أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات، وتمثل حما منذ البدايات إذ تولى أو أولي القطاع الصحي كثيرا من الاهتمام والرعاية والعناية على مر العهود والمراحل التي مرت بها السعودية. اليوم في أهلا نرصد لكم أبرز ما أنجزه هذا القطاع. بخطوات واثقة ومدروسة حققت وزارة الصحة المنظومة الصحية التي ساهمت في تعزيز وحماية ورعاية صحة الفرد والمجتمع بأعلى المعايير والكفاءة، وارتقت إلى مستوى الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، محققة بذلك مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030. حققت الصحة بجهود منسوبيها إنجازات كبيرة ونوعية، فلقد تجاوز متوسط الأعمار في المملكة المعدل العالمي وهو 70 عاماً ليصل إلى 74 عاماً، كما انخفضت معدلات وفيات الرضع بنسبة 96%، وارتفعت معدلات التطعيم إلى 137%، كل هذا خلال 35 عام فقط. وعملت على توفير كوادر صحية سعودية تمثلت في أكثر من 60,000 طبيب و 140,000 ممرض و 6,000 صيدلي و 75,000 موظف خدمات صحية مساعدة، كل هذا في مؤسسات أكاديمية تمثلت في العديد من الكليات والمراكز. قدمت وزارة الصحة الرعاية الصحية حالياً لأكثر من 31 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تقديمها الخدمات الصحية إلى 18 مليون زائر سنوياً خلال فترتي الحج والعمرة. الصحة اليوم تحمل منظومة الصحة على عاتقها، والصحة مستقبلاً تطور القطاع الصحي بما يتواكب مع رؤية 2030، وتتفرغ لتنظيم القطاع وللإشراف عليه دون تشتيت جهودها في المهمات الأخرى. في احتفالات اليوم الوطني السعودي لاحظنا تحول برج المملكة بأكمله إلى شاشة عملاقة أعطت واحدا من أكثر المظاهر إبهارا، توشح البرج بصور القادة وعلم المملكة وكان المشهد في قمة الجمال. بقاء هذه الشاشة بهذه الطريقة واستمرارها واستثمارها إبداعيا بلا شك سيكون من الأشياء الملفتة في العاصمة ولمن يزورها. تحية للقائمين على هذه الفكرة، وتحية أكبر لهذا التجدد في الأفكار الاحتفائية، وكل عام وهذا الوطن يرتقي من مجد إلى آخر. أترككم مع هذا المشهد الأخضر. مجددا في أهلا. وساطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنتهي بالإفراج عن أسرى من جنسيات مختلفة وسط إشادة دولية من قادة العالم لهذه المساعي التي تعبر عن مكانة المملكة، عن ثقلها السياسي وعن تأثيرها، وتفتح أبواب المساعي أكبر لنطاق أوسع من العمل الإنساني للسعودية في العالم أجمع، بالإضافة إلى كل ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية. سنوسع الحوار في هذا
هذا الموضوع مع ضيفي الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الأستاذ أحمد الركبان، الكاتب والمحلل السياسي المعروف. أستاذ أحمد مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء الخير لك ولمشاهدي قناة روتانا. كيف نقدم القراءة السياسية، يعني أقول في المقام الأول، والإنسانية لهذه المسائل؟ أولا يجب الحقيقة عندما نتحدث عن الأمير محمد بن سلمان كرجل إنسان نتحدث عن المملكة الإنسانية التي أنشأها الملك عبد العزيز رحمه الله منذ توحيد المملكة، وإحنا نحتفل هذا اليوم وأمس بتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز. المملكة عادت يعني جري عنها وعرف عنها منذ التاريخ هيك، وهي تدخل في الوساطات سواء كان بين البلدان أو بين الأفراد داخل البلدان، ولذلك المملكة سعت كثير من القضايا الدولية في أن تضمد جراح شعوب العالم. ولعل من الطالع أن تذكر أيضا أحداث بيروت، أحداث مثلا سوريا، أحداث العراق، أحداث اليمن، كل المملكة تحاول قدر ما تستطيع أن تدخل في وساطة ما بين هذا وذاك. نجح الأمير محمد في الوساطة لمكانته الاجتماعية عند الرئيس بوتين وأيضا عند الطرف الآخر. كل الحقيقة الدول تحترم الأمير محمد كشخصية قيادية على مستوى العالم، وتحترم أيضا شخصية الملك سلمان والده الذي الحقيقة أسس لنا يعني حكومة جديدة بتعاطيها سياسيا أمام العالم. أظن أن هذه الوساطة أكدت تماما ما يقوم به الأمير محمد في العمل الإنساني والعمل الأخلاقي، ولا يفرق بين هذا أو ذاك أو مسلم أو غير مسلم، عربي أو غير عربي، المهم إنسانية الأشخاص. ولذلك نجح في الحقيقة في إطلاق أسرى كان أكثرهم صغار السن، منهم مغربي ومنهم أيضا أمريكان ومنهم أيضا دول أخرى، وأعتقد أنه في القادم من الأيام هناك أيضا أسرى أكثر من هذا العدد سيعلن عنهم ربما قريبا، لأنه في اتصالات وتفاهمات بين الأمير محمد وبين قادة هذه الدول. لا شك أن المملكة السعودية لها ثقلها السياسي، لها ثقلها الاجتماعي، وخاصة الأمير محمد بالمناسبة له استراتيجية في التعاطي مع رؤساء العالم وزعماء العالم. اليوم استقبل الرئيس الألماني أو رئيس وزراء ألمانيا، بالأمس استقبل الرئيس الأمريكي، وهذا دلالة على أنه لا يلتفت أبدا على الإطلاق للإشاعات أو لأي خلل يمس المملكة السعودية والسياسات الخارجية. فالأمير محمد رجل عملي يرد دائما بالعمل. نعم. كيف يقرأ الآخر هذا التأثير والدور الكبير للأمير محمد وللسعودية اليوم الذي يطلع على نجاح هذه الوساطة؟ شوف، الأمير محمد الله يحفظه دائما يعطي مفاجآت ويعطي تجديد، كل فترة يعطي ضربات استباقية لكل من يعني يحاول أن يقلل من قيمة المملكة العربية السعودية ومما كانت الأمير محمد. الأمير محمد هو رجل يعمل بصمت، نتائج تتحدث عنه كل يوم، يفاجئنا الحقيقة بأشياء، مشاريع ضخمة، يفاجئنا أيضا باقتصاد عالمي، رجل استطاع الحقيقة أن يجعل هناك توازن اقتصادي على مستوى العالم، رجل استطاع الحقيقة أن يتوازن مع الحرب الروسية الحالية، كل هذه معطيات. فالعالم الآن بالمناسبة ينجرف كثير منهم في بعض الإشاعات، لكن اليوم انعكست الآية وصارت الآن يتجهون إلى المملكة السعودية. أنا أعتقد الإعجاب ليس فقط حصد في المملكة السعودية وليس فقط الانطباعات على الشعب السعودي، لا، احنا نتابع منذ 3 أو 4 أيام انطباعات العالم بشكل عام، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية الذي حاول الرئيس الأمريكي بايدن أثناء الحملة أن يشوه مكانة المملكة السعودية وشخصية محمد بن سلمان. اليوم الشعب الأمريكي بالمناسبة تعاطف كبير أن يصل الأسرى للولايات المتحدة الأمريكية، في أن دولة المملكة الأمريكية لم تستطع حقيقة إخراجهم، بينما الأمير محمد بشخصه الكريم استطاع حقيقة أن يوصل هؤلاء الأسرى إلى بلدان. أظن الحقيقة انعكاسات هذه الحركة انعكاسات إيجابية ضخمة جدا، والأمير محمد قادم وسيقدم المزيد من الخروج من الأسرى سواء كان في روسيا أو في غيرها. أستاذ أحمد، اللي ينظر إلى المشهد السعودي والدور السعودي خارجيا اليوم يرى التكامل الثلاثي سياسيا اقتصاديا إنسانيا، هذا التكامل في العمل الذي يقدم ولا يكاد طرف يختل عن الآخر، كيف نقرأ انعكاساته أيضا على الدور السعودي في الخارج؟ خليني أعطيك يعني عامل مهم جدا، الرؤية الذي أوجدها الأمير محمد وصنعها بيده وأشرف عليها شخصيا هي الحقيقة نتاجها اليوم. الرؤية الحقيقة تتعامل مع كل معطيات الحياة إلى 40 سنة مستقبليا، لا ما بعد حتى 2030. نعم، التكامل الاقتصادي الاجتماعي الإنساني الأخلاقي، هذا التكامل ترى بالمناسبة لا يمكن أن تسير رؤية في جانب واحد تهمل الجانب الآخر. من مهام رؤية المملكة 2030 من مهامها مركز الملك سلمان للأعمال والإغاثة، وهذا جزء الحقيقة من أعمال الإنسانية، والأمير محمد بالمناسبة لا يخرج بمنع عن العمل الإنساني على الإطلاق، لأن العمل الإنساني هو واجب ديني وأخلاقي، وأصلت المملكة السعودية في العمل الإنساني. فالأمير محمد يطبق ما سنة
استنه الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه البررة إلى عهدنا عهد خادم حرم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولذلك التكامل الثلاثي بين الاقتصاد والاجتماع والبنية التحتية كذلك حتى يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد شيء في هذه الحياة والرؤية ما دخلت فيها على الإطلاق، لأنها درست باحترافية عالية، أيضا كتبت باحترافية عالية، ولذلك هي تطبق. وقالها الأمير محمد في لقاء سابق قبل سنتين أو أكثر، قال سترون تطبيقها خلال سنة، والآن نعيش نتاج الرؤية شاء من شاء وأبى من أبى، ومن لم يرضى فليشرب من ماء البحر. نحن نعمل بصمت، نجاحاتنا متقدمة، الاقتصاد لم يهتز لدينا رغم أنه اهتز على مستوى العالم منذ كوفيد 19 إلى اليوم. نحن متوازنون في الاقتصاد، متوازنون في المعيشة، متوازنون في كل مسلمات الحياة. نعم. أخيرا أستاذ أحمد، اليوم يعني نجاح هذه الوساطة وغيرها من الأدوار السعودية في الخارج إلى أي مدى تراه يفتح الأبواب يعني لاتساع مساحات السلام وإحلالها أكثر في ظل أكثر من حرب نشهدها اليوم؟ نعم، شوف الأمير محمد اليوم أحدث تغير استراتيجي جديد. يعني عندما تنظر إلى رابطة العالم الإسلامي وما يقوم به الشيخ محمد العيسى في مد يد السلام لرابطة العالم الإسلامي، وهي طبعا لا شك أن رابطة العالم الإسلامي لها حظوة في المملكة السعودية، ولذلك الأمير محمد يقدم رسالة مهمة جدا للعالم أننا نؤمن بالسلام، نبود من الآخر. الأمير محمد بالمناسبة دعا إيران وهي العدو اللدود للمنطقة الخارجية، وهي الحقيقة من تؤثر على المنطقة الخارجية، وهي من تعبث في المنطقة الخارجية بل المنطقة العربية بشكل عام. الأمير محمد في كل حواراته وفي كل المنابر نمد يدنا للسلام، هي دولة جارة، دولة مسلمة، لكن مع الأسف الشديد أن هناك دول وعقول وأفكار لا تتناسب مع السلام. بالمناسبة أنا أعتقد أن هذا الموضوع لا يجرد الأمير محمد فقط، وإنما يجيد أرضا للمملكة العربية السعودية بشكل عام. والأمير محمد يمثل خادم الحرمين الشريفين في العمليات الإنسانية. أظن الأمير محمد وجد لأن يؤصل العمليات الإنسانية على مستوى العالم. أستاذ أحمد الركمان، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أحلام. قولا وفعلا نحن مملكة السلام والمحبة والإنسانية. فاصل وألقاكم. واحد من الأخبار اللي ظهرت اليومين اللي فاتت وأخذت مساحة من التداول هو أنه مجلس الشورى طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقا لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية. حول هذا الموضوع سنفتح حوارا مع مستشار الموارد البشرية الأستاذ رضوان الجلواح. أستاذ رضوان، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا أخي مفرع. أول شيء نبغى نفكك الموضوع للجمهور واللي جالس يسمعنا. النص الإخباري جاء بهذه الطريقة، أنه مجلس الشورى يطالب وزارة الموارد البشرية بإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية. وش يقصد فيه بالضبط؟ لأنه إحنا نسمع عن أكثر من نظام تعاقد، ووش أهم الآليات والنقاط اللي في هذا النظام يجب أن تراعى؟ حاليا في النظام المتبع في الجهات الحكومية أو الشبه الحكومية في شغلتين. الشغلة الأولى اللي هو التعاقد على بند الكفاءات، وهذا يحق لأي جهة حكومية تتعاقد مع أي شخص على هب تحت بهذا البند بمزايا التي تراها هي مناسبة وحسب الميزانية يعني موضوعة تحت هذا البند لهذه الجهة. الجهة نفسها باستقلالية تامة. باستقلاليتها. واضح. الثاني. الثاني التعاقد عن طريق شركات التشغيل. في شركات خاصة بالجهات الحكومية يكون العقد مع هذه الشركة، ولكن أنت يعني العقد مع شركة ألف، لكن أنت حرفيا تشتغل مع أو فعليا تشتغل مع في جهة باء. الجهة باء اللي هي الوزارة أو الوزارة الحكومية. الجهة الحكومية، لكن العقدك على الشركة. وش اللي يخلي مجلس الشورى يطالب بإعداد هذه الدراسة؟ أنا ما يعني حاولت أني أقرأ بشكل مفصل عن هذا الموضوع، ولكن قد نكون استخدام بند الكفاءات غير
متساوي أو عادل، بحكم أن مثلا جهة تعطي رواتب عالية وجهة لا ما تعطي رواتب عالية لبند الكفاءات، بالإضافة إلى أيضا المزايا الأخرى. أيضا ممكن إلى الشركات المتعاقدة، ممكن الجهة الحكومية تقول نبغى ليميت معين. أيضا أحد الأسباب ممكن الأمان الوظيفي، بأن لو بند الكفاءات، لو أنا حجيبك على بند الكفاءات معناها مستشار لمشروع معين، خلص هذا المشروع انتهى عقدك، شكرا مع السلامة. بس الأمور واضحة في العقد من أول، واضحة أن أنت تشتغل لهذا المشروع، هذا المشروع مدته سنة، ايه؟ ست شهور، شهرين، واضح، وانت بتعرف هذا حقك. طيب هذا بند الكفاءات. طيب عقود شركات التشغيل ايش الاشكاليه فيها؟ يعني وش اللي يدعو المجلس الى انه يقول تبي انها تبين الاثار المترتبه؟ في الغالب هي عقود طويله المدى، اللي هي زي العقود الشركات هي تكون مدتها 12 شهر. لكن مجلس الشورى طلب هذا ليرغب بتثبيت من يكون على هذه العقود بالوظيفة الرسمية، فلأن أحيانا قد أيضا يكون توظيفهم على مشروع معين وينتهي هذا المشروع لأحد مكاتب شارع الرؤية، لأبحاث معينة، لمشروع معين في الداخل الدائرة الحكومية هذه أو الهيئة الحكومية، فينتهي أو تنتهي أعمال هذا المشروع، فلازم إنهم ينتهي عقودهم. طيب فالشورى يبحثوا عن أمان وظيفي أكثر لمن يكون على هذه العقود. طيب كيف ممكن يتحقق الأمان الوظيفي في هذه الحالة؟ يعني الأمان الوظيفي هل يمكن أن يحققه العقد أو التعاقد مع شركات التشغيل، ولا ما يتحقق إلا بالتثبيت في أو الترسيم مثل ما نسميها مع الجهة الحكومية؟ هم راح يكون له بالترسيم، لأن قد يكون عقدك 12 شهر، أي. أوكي، ممكن الجهة الحكومية ترغب في استمرار مفرح في هذه الجهة ولكن على مشروع آخر ولا في مكان آخر، فتطلب الجهة من الشركة المشغلة جددوا عقد الأخ مفرح لكن حنحطه في مكان ثاني. طيب إيش الفرق بين العقود اللي اليوم مع شركات التشغيل لدى الجهات الحكومية وبين العقود اللي موجودة في القطاع الخاص اللي جالسين يعملوا؟ نفسها، هي نفسها، أسأل يعني لأنها تكون هي على نظام التأمين الاجتماعي ونظام وزارة الموارد البشرية، لكن الاختلاف هي في بند الكفاءات، ولكن عقود القطاع الخاص والعقود الشركات المشغلة للجهات الحكومية هي نفسها. طيب وين الخوف من فكرة الأمان الوظيفي إذا كنا نعرف اليوم أن العقود تعطيك تقاعد، تعطيك استدامة، تعطيك مرتب، تعطيك حتى علاوات، تعطيك كل شيء؟ العلاوات ما هي ثابتة، متغيرة بحسب الشركة ولا بحسب العقد نفسه؟ على حسب العقد، ممكن أنت تشتغل في جهة حكومية لكن ما تجيك زيادة، فأنت لما تكون على 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 الشركات التشغيلية. لا لحظة فصل لي هذه، أنت ممكن تكون جاي تشتغل في جهة حكومية بس ما تجيك زيادة، لأن ما أنت لا تتمتع بمزايا الجهة الحكومية، تتمتع بمزايا الشركة. الشركة وهو فقد يكون أن الجهة الحكومية زادت العقد لكن ليس بالضرورة أنها تزيد راتب الموظف، هذا أمر خاص. طيب اليوم وش الحل اللي تشوفه في هذا الموضوع؟ انه مثلا الجهات الحكومية تكف عن نظام شركات التشغيل والتعاقد وانها توظف مباشرة، ولا انه يصير في تعقيد على تعديل على العقود حتى تكتسب امان اكثر؟ لا، النقطة الثانية اللي هي تعديل بعض البنود، ان من يعمل على 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 الشركات التشغيل يكون يتمتع بمزايا الجهة الحكومية التي يعمل فيها. مثل يعني بعض الجهات الحكومية الآن بسم الله ما شاء الله صار عندهم تأمين للوالدين، الزيادة السنوية ثابتة عند الجهات الحكومية، الشركات ما في زيادة، لأنها الجهات الحكومية أيضا الآن صار في التقييم الجهات الحكومية صار مرتبط بأدائك، لأن في عندنا هيئة أداء، فهذه الأشياء لو تكون موجودة في عقد الشركة التشغيلية التابعة للهيئة الحكومية حيكون في أمان. طيب هذا الدور مين اللي مفروض يكون فيه؟ الجهة الحكومية مفروض أنها تلزم الشركة بهذه البنود؟ نعم. طيب ليش دخل اسم الموارد البشرية تحديدا؟ وانا كنا نسولف من قبل الحلقة وقلت لي أن الموارد هي جهة مشرعة فقط، لأنها هي جهة مشرعة لازم تشرع هذا الشيء، لأنها هي كل قطاع
اي بس انا اللي اقصده بس اذا تسمح لي استاذ رضوان, يعني الحين الموارد تشرع هذا الموجود اجمالا للشركات للقطاع الخاص. صحيح. هل تقدر تشرعه للجهات الحكوميه؟ نعم, لان الان الجهات الحكوميه والوزارة الخدمة المدنية أصبحت تحت مظلة وزارة الموارد البشرية, فوزارة الموارد البشرية تستطيع أن يكون بعمل اتفاقية بين 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 الوزارة وبين الجهات الحكومية بتعديل هذه البنود. طيب إيش رأيك نجمل اللي قلناه الآن عشان تكون الصورة واضحة؟ عندنا النقطة الأولى إنه يكون التوظيف عن طريق الجهة الحكومية مباشرة حتى يكون في ضمان. صعب. طيب الشيء الثاني اللي هو ايش؟ من خلال شركات التشغيل التابعة للهيئات الحكومية. ايش اللي مفروض يعدل في العقود علشان تكتسب الامان الوظيفي؟ اعطني واحد اثنين ثلاثة. حصول الموظف على مزايا الموظف الحكومي, سواء في الزيادات السنوية, في طريقة التقييم, في طريقة الترقيات, في الدورات التدريبية, وحتى عملية الفصل او الاستغناء. صحيح. تكون يعني بنظام واضح. بنظام واضح. طيب إيش مشكلة النظام الآن في موضوع الفصل أو الاستغناء؟ هو نظام نظام وزارة الموارد البشرية إلى الآن هو واضح, إذا انتهى المشروع ينتهي عقدك, إلا إذا في حالة إذا أنت ما أنت موقع عقد مشروع عقد طويل المدى يختلف, أو عقد أو انتفى المصلحة اللي أنا موظفك عليها. طيب. أو سويت شيء يخل إذا بنعطي نصيحة أو توجيه أو مقترح اليوم للشخص اللي راح يقدم على هذه الخطوة, إنه توفرت له وظيفة مع جهة حكومية ولكن عن طريق العقد مع شركة تشغيل, إيش اللي لازم ينتبه له؟ خذ العقد, شد حيلك, اقرأ البنود كاملة, واسأل, فصل كل البنود واسأل يعني, لكن لا يرفضها, لأن أصلا التوجه الآن التوجه الخاصة. قبل فترة بسيطة أنشئت شركة الصحة القابضة, ومعناها أنها تكون كل الجهات الصحية تحت هذه الشركة, مو معناها أنك أنت تشتغل على مع شركة تشغيل تحت الهيئات الحكومية معناها أنها مرة شيء خطر, لا شيء كويس, لكن يعني خذ الأشياء اللي تخليك تفهم أنت قاعد بتسوي وين بتروح. طيب إيش اللي ممكن يطلبه في هذا العقد أو تنصحه بطلبه أو التأكد منه؟ فترة الإنذار, سواء لإنهاء العقد أو تجديده, الزيادة السنوية إذا ممكن ذكرها في العقد, المزايا, إيش هي المزايا, يعني لا تأخذ مزايا شفهية, خذ مزايا مكتوبة في عقد العمل. مثلا بجي والله نفرح, أنا حاعطيك تأمين للوالدين, شفهيا مالك شيء عندي, ورقيا نعم, انا جيت اعطيتك هذا الوعد شفاهيا, إيه؟ مالك شيء عندي. اذا يحرص على الورق وما هو مكتوب. نعم. واضح. طيب نقطه اخيره جدا باخذ تعليقك عليها, وفقا للخبر اللي صدر انه ايضا المجلس يطالب الوزاره بالحرص على توظيف الذكور والاناث وفقا لمعايير التوظيف المتبعه وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين, هل لدينا اشكاليه معينه في هذا الموضوع؟ يعني بعد تمكين المرأة صار توظيفهم بشكل أكبر, ولكن لم يصلوا إلى النسبة المقرر لهم, يعني هي في نسبة معينة وضعت من تأسست الرؤية, لكن صار توظيفهم يأخذ الزخم الإعلامي الأكبر, لا زالوا الشباب يأخذوا فرصهم. نعم في بعض الفرص قاعدة يأخذوها البنات ولكن بكفاءة. نأخذ آخر مثال بسيط, معالي الدكتور عواد العواد كان وزير إعلام, بعدين صار رئيس هيئة حقوق, والآن اليوم بسم الله ما شاء الله هو مستشار لدى سمو سيدي الديوان الملكي لدى الملك. نفس الحكاية أستاذة هالة تويجري, كانت شيء في كلية في جامعة الملك سعود, تدرجت صارت, فهي كل واحدة على حسب كفاءتك. نعم. لما يقول المجلس بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين, هل هناك إشارة مثلا الإشكالية في هذا الموضوع؟ تلميح, يعني أنا أعرف أنك في الميدان بشكل تلميح كبير. بأن السيدات قاعدين يأخذوا فرص كثيرة, وأرجع وأعود لكلامي, لا زالت نسبة تمكينهم لم تتجاوز ويستحقون فرص, يعني لم تتجاوز النسبة الموضوعة في السوق ويستحقوا فرص, وترى أنهم يستحقون فرص أكثر. كم النسبة في أنا ما أرى أن فقط السيدات يستحقوا أكثر, أنا
أنا أرى من هو كفؤ سواء في العلم، في الخبرة، في المعرفة، رجل أو سيدة تنافسوا على وظيفة معينة، لا ينظر للجنس، ينظر لمن هو أكفأ وخذ الوظيفة. رضوان الجلواح شكرا جزيلا لك ولحضورك. أهلا وسهلا، شكرا مفرح. أشكر الأستاذ رضوان الجلواح مستشار الموارد البشرية. وبعد هذا الفاصل ألتقيكم في موضوعنا الثالث. كم ساعة تنام في اليوم؟ كم المعدل الطبيعي الموصى به علميا وطبيا وصحيا لعدد ساعات النوم؟ اضطرابات النوم، هذا المصطلح، مصطلحات جديدة مثل متلازمة الحرمان من النوم، متلازمة انقطاع التنفس أو النفس أثناء النوم، كثير من الأشياء المتعلقة بهذا الجانب وخاصة فيما يتعلق بساعات النوم الصحية سنناقشها في هذه الأثناء مع الدكتور صالح الدماس، وهو استشاري الأمراض الباطنية والصدرية وأمراض النوم. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء الخير وشكرا لك أخي. أتوقع أننا في واحدة من أكثر المراحل اللي فيها حديث عن هذا الموضوع. نعم. يعني احنا نشوف في مواقع التواصل سواء بشكل طريف ولا بشكل جاد انه متى تنامون، كم عدد ساعات نومكم، السهر، النوم المبكر. خلنا نتكلم كذا اول شيء بصفة عامة اجمالية عن عدد ساعات النوم الصحية كم. نعم. بالتحديد موضوع مهم جدا. كمعلومة في البداية، الشخص الذي يبلغ عمره 60 سنة يكون قد قضى ثلث عمره في النوم، 20 سنة من عمره في النوم. الشخص البالغ يحتاج في المعدل ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا، وهذا هو الحد الأدنى 7 ساعات، والحد الأعلى 9 ساعات. ما قل فهو غير صحي، وما زاد فهو غير صحي. موضوع عدد ساعات النوم الطبيعية، هناك عدة عوامل تحدد عدد هذه الساعات. هناك أسباب جينية ووراثية، وهناك أيضا عمر الشخص. الطفل الصغير أو حديث الولادة قد يحتاج ما بين 16 إلى 18 ساعة من النوم. الطفل في المرحلة الابتدائية من سن 6 حتى سن 12 من المرحلة الابتدائية يحتاج عادة من 10 إلى 12 ساعة تقريبا الحاجة الطبيعية. الطلبة في المرحلة المتوسطة والثانوية معدل حاجتهم اليومية ما بين 8 ساعات ونصف أو 9 ساعات إلى 11 ساعة. البالغين بشكل عام من الرجال والنساء حاجة الجسم الطبيعية اليومية يجب أن لا تقل عن 7 ساعات يوميا، المعدل من 7 إلى 9 ساعات. إحنا نتكلم على 18 سنة فما فوق. نعم، عن البالغ. بما أنك حطيت الثانوي يعني نعم. طيب، من 7 إلى 9، أنا أعتقد أنه أغلب اللي يهتم بهذا الموضوع يمكن هذه الفئة اللي من 7 إلى 9، وإذا ضمينا لهم فئة المرحلة الثانوية من 8 إلى 11. 7 إلى 9 ساعات هذه يا دكتور، هل يجب أن تكون هي ساعات النوم المتصلة ولا ساعات النوم اللي تقضى في اليوم؟ نعم. يعني ممكن أنام كذا وأخذ قيلولة كذا. نعم، كمدخل لهذا الموضوع، هناك عملية فيزيولوجية في الجسم تنظم موعد النوم وعدد ساعات النوم، ألا وهي ما يسمى بالساعة الحيوية أو الساعة البيولوجية، وهي عبارة عن عملية معقدة في الجهاز العصبي المركزي، إفراز هرمونات، مواد كيميائية تقوم بتنظيم عملية النوم. الوقت الطبيعي للنوم هو في الليل، والوضع الطبيعي للنوم هو النوم المتصل، فنتحدث عن 7 ساعات من النوم الليلي المتصل. أعلم أن في معظم الأحيان هذا ليس قابل للتطبيق، أو معظم الناس لا يقوم بتنفيذ هذه العملية الطبيعية المفطور عليها الجسم البشري، ولكن عندما لا تستطيع أن تنام ساعات كافية في الليل وقمت بالتعويض في مرحلة من النهار، فهو بلا شك أفضل من الشخص الذي ينام أقل من المعدل الليلي، فهي حسب الأفضلية. 7 ساعات من النوم الليلي المتصل هي الأفضل، 7 ساعات متفرقة بين الليل والنهار أقل، ولكن أقل من 7 ساعات أو أقل من المعدل هو الأسوأ سواء كان ليلي أو نهاري. طيب الآن يا دكتور، الأشخاص اللي مثلا يسهرون كثير مثلا أو معدل ساعات نومهم قليل، تمام، كيف يستطيع هذا الشخص أنه يعدل من نومه؟
يعني مثلا واحد تعود اما بحكم العمل بحكم التعود الشخصي انه ينام ساعات اقل او ينام في النهار ويبغى يعدل من نومه ويصير ينام في الليل ويصحى في النهار بالشكل الطبيعي، نعم. هذه العملية ممكنة وسهلة ولا لا بحاجة الى تدخل طبي؟ بشكل عام هي سهلة لان تعتمد بالدرجة الاولى على نمط حياة الشخص. كما ذكرت اخي مفرح، هناك بعض الاشخاص تضطرهم وظيفتهم او المهنة الى ان يعدل ساعات نوم. نظام الشفتات الذين يعملون في المجال الطبي، في المجال الأمني، في المجال العسكري أو في المجال الإعلامي، قد تستدعي المهنة أن تكون ساعات النوم متقلبة وورديات مختلفة وغير ثابتة. لكن في معظم الأشخاص الذين يعانون من السهر أو النوم المتأخر أو من متلازمة الحرمان من النوم، وهي النوم أقل من الساعات الطبيعية، يجب أن يبذلوا جهد للعودة إلى الساعة الطبيعية. هذا يستدعي تغيير بالدرجة الأولى في نمط الحياة، أتحدث عن النمط الغذائي، أتحدث عن النمط الحركي أو الجهد البدني. في حالات قليلة قد يضطر الشخص لاستخدام أدوية مساعدة حتى يعدل ساعة الحيوية، لكن الغالبية العظمى يستطيع أن يعود إلى ساعة الحيوية الطبيعية عن طريق تغيير في نمط الحياة، التزام بنظام غذائي صحي، جهد بدني ثابت، والأهم من ذلك هو تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ. نعم. عندما ولما تقول الغالبية العظمى هذا يعني نسبة عالية جدا. نعم نعم نعم. إذا لم تكن مرتبطة بأمراض عضوية قد تستدعي تدخل طبي مختلف، ولكن تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان، التزام بجهد بدني يومي رياضي بالذات فترة ما قبل المغرب. الجهد البدني المتأخر ذو فائدة عكسية، الناس اللي يروحوا الجيم الساعة 10 بالليل أو 11 بالليل قد يكون له تأثير سلبي على عملية الدخول في النوم. لذلك دائما نوصي بممارسة الرياضة ساعات قبل موعد الدخول للنوم. معلش يا دكتور، معذرة إذا تسمح لي أستوقفك عند هذه النقطة لأنها مثيرة جدا. الآن اللي يعمل رياضة الساعة 10 في الليل وما بعدها، هذه تؤثر على نومه سلبيا؟ نعم، قد تؤدي إلى عدم الدخول. يعني الجهد البدني العنيف يؤدي إلى تغيرات فيزيولوجية في الجسم تعيق عملية الدخول في النوم بسهولة. لذلك ليس من مما ننصح به أن يقوم الشخص بجهد بدني. وأنا يمكن تمر بالشوارع بالليل ترى كثير من مراكز اللياقة فاتحة إلى ساعات متأخرة، أشخاص يقومون بالرياضة 11 و12 منتصف الليل. هذا ليس أمر صحي بالنسبة للساعة البيولوجية الحيوية. إيش اللي يسويه طيب؟ يعني كما قلت هي عملية معقدة، فيها إفراز هرمونات تنظم عملية النوم. إفراز المواد الكيميائية المصاحبة للجهد البدني العنيف يعيق عملية الدخول في النوم بسهولة، لهذا قد يؤدي إلى تأخر النوم، الأرق لساعات طويلة، عدم الاستمرار في النوم بعمق أثناء هذه الليلة. طيب إذا ما الوقت اللي ينصح؟ الوقت الأمثل أن الشخص ينام ما بين 10 و11 مساء، يمارس الرياضة قبل المغرب، ما بين العصر والمغرب هو الوقت المثالي ربما، وإن كان أي وقت أثناء النهار. الجهد البدني مفيد لعملية الدخول في النوم في المساء، ولكن يجب أن يكون في فترة نهارية تسبق النوم ب4 إلى 5 ساعات على الأقل. نعم. طيب في الليل لما تقول نوم ليلي، نعم، نقصد فيه من الساعة كم؟ الوضع الفطري الذي خلق الله سبحانه وتعالى البشر عليه، إيه؟ والعملية التي تحدثت عنها، عملية تنظيم النوم، عادة النوم الطبيعي يفترض أن يكون ما بين 9 و10 مساء الدخول في النوم، والاستيقاظ ما بين 4 إلى 5 صباحا. هذا هو الوقت المثالي للساعة الحيوية للجسم. معظمنا لا يتبع هذه الساعة الحيوية بسبب نمط الحياة الحديث، بسبب وجود وسائل التقنية الحديثة، أيضا وسائل الترفيه في المساء، المقاهي والمطاعم التي تفتح إلى ساعات متأخرة، وأيضا أصحاب الأعمال الذين يسهرون في الليل. العديد من الناس يؤدي الأعمال في الفترة المسائية. للأسف معظم هذه الحالات تضاد الفطرة الطبيعية أو الساعة البيولوجية، وبالتالي تؤدي في معظم الأحيان إلى متلازمة الحرمان من النوم، عدم حصول الشخص على ساعات نوم كافية التي لها عواقب وخيمة على الصحة الجسدية. العديد من الأمراض لها علاقة بانخفاض ساعات النوم، الصحة العقلية، القدرة على الإدراك والتركيز والتحصيل العلمي والأداء في العمل، وأيضا الصحة النفسية، حالات القلق، حالات الاكتئاب،
الاكتئاب، الحالات النفسية الأخرى أعلى بكثير لدى الأشخاص الذين ينامون ساعات أقل من قرنائهم الذين ينامون ساعات كافية. نعم، طيب متلازمة الحرمان من النوم يمكن كررتها 3 مرات. نعم. وقلناها في المقدمة بناء على حديثنا قبل الحلقة. نعم. هذا المصطلح هو مصطلح طبي منصوص عليه بهذا. نعم. الاسم. نعم، هو مصطلح طبي ويشير إلى الأشخاص الذين يحصلون على ساعات نوم أقل من المعدل الطبيعي. معظم هؤلاء الأشخاص ينامون أقل من 5 ساعات يوميا. دراسات أجريت على مدى عقود في بلدان مختلفة تنظر في مضاعفات الحرمان من النوم أو النوم أقل من الحد الطبيعي بالذات إن قل عن 5 ساعات. الأشخاص الذين ينامون أقل من هذا المعدل معدل أعمارهم يقل عن نظرائهم بحوالي 3 إلى 4 سنوات. الأعمار بيد الله، ولكن عندما نقيس مجموعة من الأشخاص ينامون ساعات يومية كافية لسنوات طويلة لا يحدث بين يوم وليلة هذا الشيء مقارنة بأشخاص ينامون أقل من 5 أو 4 ساعات يوميا، معدل الأعمار لدى هؤلاء المصابين بمتلازمة الحرمان من النوم يقل في المعدل ب4 سنوات تقريبا في الرجال والنساء. أيضا المشاكل العضوية، ارتفاع ضغط الدم، احتشاء عضلة القلب، الجلطات القلبية والدماغية أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من الحرمان النوم، حالات القلق والاكتئاب، الجهاز المناعي ضحية للحرمان من النوم. الأشخاص الذين لا ينامون ساعات كافية عرضة للالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية أكثر من الأشخاص الذين ينامون ساعات كافية. هو مجال متسع، حتى أن بعض الأبحاث تطرقت إلى علاقة قد لا تكون مباشرة بين الحرمان من النوم وبين حدوث بعض الأورام، سبب غير مباشر. أيضا حدوث الخرف المبكر، وجد علاقة مباشرة بين الأشخاص الذين ينامون ساعات قليلة وبين حدوث الخرف المبكر أو الزهايمر. الذاكرة هي إحدى ضحايا الحرمان من النوم، قد تراها في حياتك وأراها في حياتي. عندما أستيقظ وأنا نايم أقل من 4 ساعات لدي اضطراب، لا أستطيع بسهولة أسترجع المعلومات بسهولة. القدرة على التركيز، حوادث السيارات بالذات المميتة، مجال واسع من المضاعفات، قد نقضي ساعة كاملة نتحدث في عواقب الحرمان من النوم. دكتور، أنت قبل شوي قلت مباشرة، في علاقة مباشرة بين عدد ساعات النوم القليلة والزهايمر؟ نعم، هناك دراسة مباشرة، دراسة نظرت إلى الأشخاص الذين ينامون أقل من 4 ساعات يوميا. وجد أن هناك آلية في الجهاز العصبي المركزي، إن صحت التسمية، كالمكنسة تقوم بكنس المواد السامة من الجهاز العصبي المركزي أثناء عملية النوم. عندما لا ينام الشخص لساعات، وقد أنا في هذا الوضع أبسط المعلومة العلمية، لا ينام ساعات كافية، هذه الآلية لتنظيف السموم والمواد الغير مرغوبة من الجهاز العصبي المركزي لا تكون سليمة، وبالتالي تجمع هذه المواد على مدى سنين وعقود طويلة يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي المركزي. من أعراضه أو عواقبه الرئيسية حدوث الخرف المبكر أو الزهايمر أو فقدان الذاكرة. لما نقول المبكر نقصد في سن في كم؟ في سن قد يحدث في 50s or 60s مقارنة بالأشخاص الذين ينامون بشكل جيد، قد لا يصابوا باضطراب الذاكرة حتى سن متأخر جدا. اضطراب الذاكرة هو حدث طبيعي مع تقدم العمر نظرا لضمور خلايا المخ، ولكن في الأشخاص المصابين بعض الأمراض أو بوجود تركيبة جينية معينة، أو كما وجد في هذه الدراسة الذين ينامون ساعات قليلة جدا هم أكثر عرضة، أو فرصتهم للإصابة باضطراب الذاكرة أو الخرف المبكر أعلى بكثير من الأشخاص الغير أو الذين ينامون بطريقة صحية وساعات كافية. طيب دكتور، باقي عندي 4 نقاط و3 دقائق مثل ما يخلمون. طيب. الشباب بنحاول نمر عليها سريع إذا سمحت. للنقطة الأولى، اللي اليوم يستخدمون البنادول نايت وغيرها من غير ما نكثر أسماء، والأدوية المساعدة على النوم من تلقاء أنفسهم، هذا تصرف صحي سليم ولا ما تنصحون فيه؟ اللجوء إلى الأدوية بشكل عام أيا كانت، أدوية لا وصفية مثل التي ذكرت التي تستطيع الحصول عليها من دون وصفة طبية، أو أدوية نوم بوصفة طبية أو بطرق أخرى، سلوك غير صحي وغير جيد. حتى وإن ساعدت، لأنه في معظم الأحيان قد تستطيع أن تحصل نوم صحي من دون مساعدة أدوية سواء كانت لا وصفية أو وصفية، بأمر بسيط جدا أن تقوم بتعديل نمط حياتك. لذلك زيارة الطبيب قبل الحصول على أي دواء واستخدام أي دواء مهم جدا، ليست جميعها آمنة وليست جميعها فعالة. النقطة الثانية، الجاثوم. نعم. أثناء النوم. نعم. هذا وش حقيقته العلمية؟
الجاثوم اسمه الآخر هو الشلل النومي، وهي عبارة عن حالة ينتقل فيها الشخص من مرحلة من مراحل النوم إلى مرحلة أخرى، انتقال غير سلس وغير لا يتبع الطريقة الفيزيولوجية الطبيعية. في هذه الحالة يكون الشخص ذهنيا مستيقظ، العقل في حالة استيقاظ، ولكن الجسم في حالة شلل مطلق، لا يستطيع أن يتحرك أو يتكلم، شعور مخيف لكن ليس له عوائق، لا أحد يموت من هذا بإذن الله. قد يحدث في معظم الأشخاص الطبيعيين مرة في العمر مرة في السنة، ولكن عندما يتكرر بشكل يومي أو أسبوعي فعادة ما يشير إلى مشكلة أخرى. قد تكون النوم القهري مثل الحالة حدثنا عنها للمريض الذي استضفته من فترة، إحدى علامات النوم القهري هو الجاثوم المتكرر، قد يحدث بسبب ضغوط نفسية أثناء النهار بالذات الأطفال أو المراهقين، وقد يحدث مصاحب لأمراض تتعلق بالنوم مثل متلازمة انقطاع النفس الليلي أو غيره. نعم، لكنه طيب ليس أمر مخيف، إذا تكرر يجب أن ترى طبيب مختص في النوم. ولا يوجد تفسير آخر، لأنه أنت تعرف الحكايات الشعبية الكثيرة المرتبطة بموضوع الجاثوم. نعم، كان يعتقد أنه مس من الجن، وكان يعتقد أنه وموجود في جميع الثقافات الإغريقية والمصرية والثقافة العربية والإسلامية، لكن العلم بعد اختراع تخطيط المخ في العقد ما قبل الأخير من القرن الماضي في الثمانينات اكتشفنا مجاهيل كثيرة في علم النوم. ماذا يحدث؟ اكتشفنا أن الجاثوم هي عبارة عن انتقال غير سلس من مرحلة إلى مرحلة، يكون الإنسان مستيقظ وواعي ولكن جسمه مشلول، فليس به مس من الجن، وهو أمر طبي يحدث لنا جميع الأصحاء، ولكن عندما يتكرر قد يشير إلى مشكلة صحية تستدعي إجراء دراسة نوم ليلية وزيارة طبيب مختص. نعم، النوم. المشي أثناء النوم. نعم، هي إحدى أيضا المشاكل تشبه الجاثوم. النوم يقسم إلى عدة مراحل. المرحلة الأعمق تسمى نوم أو مرحلة نوم حركة العين السريعة، وهي أعمق مراحل النوم. الجسم يكون فيها في شبه شلل كامل. هذه المرحلة قد يحدث فيها أن الشخص ربما يقوم بتمثيل الأحلام، نحلم في هذه المرحلة عادة. شخص يحلم أنه يسبح، قد يكون في عز النوم يمثل السباحة أو أنه يقود سيارة. إحدى اضطرابات المرحلة هذه هي اضطرابات المشي أثناء النوم أو الكلام أثناء النوم. ليست مشكلة خطيرة، ولكن المشي أثناء النوم قد يكون له عواقب، أن يصطدم الشخص بجسم حاد أو أن يسقط من النافذة، لأنه ليس في حالة من الوعي، لا يدرك ماذا يقوم به. لذلك ننصح الأشخاص المصابين بهذه الحالة، وهي نادرة ولكنها وراثية أيضا، قد تحدث في بعض العائلات، أن تكون غرفة النوم في الدور الأرضي، أن يحكم إقفال النوافذ والشبابيك، أن لا يكون موجود في محيط مكان النوم طاولات حادة أو أجسام حادة حتى لا يصطدم بها. وأيضا له علاج إذا تكرر وصار مزعج، يجب زيارة طبيب مختص في النوم، لكنه ليس بالأمر الخطير. دكتور، الحكاية الاجتماعية اللي تقول أنه الواحد اللي يهذي فيها أثناء السوالف وهو نايم أو المشي من النوم هي الأشياء اللي أصلا عملها بس ما كان يقدر يقولها، هذه لها حقيقة علمية ولا لا؟ غير صحيح، لكن هي مجموعة من المتلازمات التي تحدث في مرحلة النوم العميق. الكلام أثناء النوم، المشي أثناء النوم، تمثيل الأحلام بشكل عملي، قائمة طويلة جدا من الأمراض المختصة بالمرحلة العميقة من النوم، ليست كما يشاع في الأساطير والحكاية الشعبية، بل هي حالات تحدث في النوم العميق ولها علاج. إذن على حسب كلامك ونؤكدها، بس أنه فكرة المشي أثناء النوم وفكرة الجاثوم ليست خطرة أو مخيفة كما يتم تداولها. ليس كذا أبدا، ليست كذلك. طيب، يعني نقول للناس اطمئنوا من هذا الموضوع. نعم. طيب، أيضا قبل الهوى كنت تحكي لي عن نظرية أو فكرة موجودة عندكم في الطب، أو أطلق عليه هذا المسمى نوم البومة. نعم. هذه وش المقصود فيها؟ هذه عرضها الأخوة علي عن ورقة بحثية نشرت عن متلازمة السهر، النوم المتأخر. وهذه الورقة قامت بمقارنة مجموعة من الأشخاص الذين ينامون متأخر بعد الثانية فجرا، ومجموعة من الأشخاص الذين ينامون مبكر في الوقت الطبيعي، يسمى بنوم البومة، لأن البومة هي طائر كما تعلم لا ينام بالليل، ينام 10-12 ساعة في النهار دائما. وربما من عاشوا في الأرياف مثلي كانوا يرون طائر البومة في مرحلة المساء وهو على الأشجار إلى وقت متأخر، يقوم بالاصطياد ليلا، لذلك لا ينام. فالأشخاص الذين ينامون بعد الثانية والثالثة فجرا يسمى بنوم البومة، أصبح نومه نهاريا. وعادة ما يعانون أيضا بالإضافة إلى مشكلة السهر والنوم المتأخر من متلازمة الحرمان من النوم، لأنه ينام ساعات أقل فيعاني من جميع المضاعفات التي تحدثنا عنها، العقلية والجسدية والصحية، المناعة. نعم. البشرة، وهو موضوع مهم للمشاهدين المشاهدات، الأشخاص لا ينامون ساعات كافية أكثر عرضة
ترهل الجلد وأيضا الإصابة بالشيخوخ المبكرة للجلد والبشرة. طيب دكتور أخيرا، من الأشياء أيضا اللي نسمعها ونشوفها أحيانا حتى في الدراما وفي بعض الأشياء وحتى في الحياة اليومية، أنه شرب الحليب ولا اللبن من الأشياء اللي تساعد على النوم، هذه حقيقة ولا لا؟ وإذا في أغذية أخرى فعليا تساعد على النوم والشيء؟ يعني هي متفاوتة من شخص إلى آخر، لكن يعتقد أن بعض أنواع المأكولات قد تساعد الجسم في إنتاج هرمون أو مادة كيميائية تسمى الميلاتونين، وهو المادة المنظمة لعملية النوم والساعة البيولوجية، يفرز من غدة صغيرة جدا في الجهاز العصبي. المكسرات، الحليب، الموز قد تكون فيها المواد الأولية لإنتاج هذا الهرمون، ولكن قد تجد شخص لا تفيد مع هذه الأنواع من الأكل، فهناك تفاوت شخصي كبير جدا. ينصح بشيء ولا لا ينصح بشيء معين، لكن ما تجده مناسبا لك ويساعدك على الخلود في النوم كل كما شئت. يعني بمعنى أنه مختلف الأكلات بحسب أجسام الأشخاص، ممكن الشيء اللي يؤثر فيك ما يؤثر في الآخر. نعم. فأنت اختبر نفسك بنفسك. ولكن العكس ليس صحيح، في المواد أو المأكولات المشروبات المحتوية على منبهات الكافيين، الشاي، القهوة، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، بلا شك لها تأثير سلبي على عملية الدخول في النوم وعمق النوم والاستمرار في النوم. لذلك ننصح بالذات من يعانون من صعوبة في الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم بالتوقف عن جميع المشروبات المحتوية على الكافيين قبل الرابعة عصرا. أيوة، هذا السؤال. الكافيين يخرج من الجسم بعد تناول المشروب تقريبا 6 ساعات، فلذلك عندما تقوم بشرب القهوة الرابعة عصرا فما قبل وتنام الساعة 10 أو 11 مساء، يكون الكافيين خرج من الجسم وقل تركيزه لدرجة أنه لا يؤثر. طيب على دكتور النوم. بغض النظر عن ساعة النوم نفسها، كم أقصى مدة لازم تشرب فيها القهوة؟ نفضل أن يكون 6 ساعات قبل موعد النوم. ولكن هناك أشخاص كما قلت التركيبة الجينية تختلف، قد يقول شخص أنا أشرب القهوة وأخلد إلى النوم. صحيح، هذا الاستثناء وليس القاعدة. القاعدة العامة توقف عن شرب أي مشروب أو أكل محتوي على منبهات، تحدث عن نيكوتين والتدخين وتحدث عن الكافيين في المشروبات قبل الساعة 4 عصرا حتى تنعم بنوم عميق وصحيح. مارس الرياضة، نظام غذائي جيد، ثبت مواعيد النوم والاستيقاظ، خفض من وزنك إذا كنت سمين، تنام بعمق وبهدوء وتنعم بصحة جيدة بإذن الله. دكتور شكرا جزيلا لك، وأرجو أن تقبل أن نمد حلقات في هذا الموضوع معك. بكل سرور. شكرا جزيلا. شكرا. أشكر الدكتور صالح الدماس حقيقة أكثر من مرة، يعني شكرا على حضوره اليوم، شكرا على ما يقدم لنا من محتوى تثقيفي جيد في هذا الموضوع، وشكرا لأنه يتجاوب دائما مع دعوات يا هلا، ليست الاستضافة الأولى وإن شاء الله ما راح تكون الأخيرة. بعد هذا الفاصل ألقاكم في واحد من أهم موضوعات اليوم حول الأجهزة، وإذا ما كانت تتجسس علينا أجهزتنا نحن أم لا. كونوا بالقرب. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. شغلة تصير معنا جميعا ألا وهي أنه اليوم تكون تسولف في موضوع معين أو مهتم في موضوع، وفجأة لما تدخل الجوال تلقى مواقع التواصل أو الخيارات المتاحة تعرض لك هذا الموضوع اللي أنت أساسا كنت تفكر فيه. يعني يمكن إحنا عرفنا أول أنه خلاص صرنا فاهمين أنه إذا بحثت عن شيء راح يطلع لك في المواقع الأخرى، لكن فكرة أنك تفكر في شيء ويطلع لك، هذه من الأشياء اللي تثير كثير من الأسئلة حول التقنية اليوم، وكيف أنه ممكن يكون فيها جانب سلبي أو مضر أو غير صحي في هذا الموضوع. بنعرف تفاصيل هذه الحكاية مع ضيف الكريم اللي ينضم إلي هنا في الاستوديو، وهو التقني الأستاذ سليمان الدلالي. أستاذ سليمان مساء الخير. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. أبدأ معك من الفكرة الأخيرة، كيف تصير تقنيا أنك اليوم تفكر في موضوع ولا تسولف فيه وتدخل الجوال تلقاه؟ هو الموضوع ما هو تجسس، هو الموضوع خوارزميات معينة تبدأ تفكر إيش أنت تحب، إيش اللي سويت له فرضا متابعة لايك، تابعت إعلان معين وتابعته كاملا، هذه خوارزمية. الآن لنفرض أن مدة إعلان معين 10 ثواني، تابع 2 أو 3 ثواني وتطلع الخوارزمية، راح تعرف أنك أنت غير مهتم في الإعلان هذا. لكن لما تتابع المقطع مرة ومرتين وثلاثة تبدأ الخوارزمية تبني نفس المنتج أو نفس الفكرة وتعطيك إعلانات منه.
الخوارزمية هذه متعلقة بكل موقع على حدة ولا متعلقة بالتقنية ككل؟ بمعنى أنك إذا شفت الإعلان في اليوتيوب بتلقى الترشيحات في تويتر مثلا. الخوارزمية متعلقة بالإنترنت ككل. خلينا نجيب لك مثال على الموضوع هذا. لنفرض أننا شفنا إعلان ألف في أحد برامج التواصل الاجتماعي، تلقائي البرنامج هذا مربوط في جوجل، فجوجل يبدأ يرشح للبرامج الأخرى أو للمنتديات أو للمواقع أنه هذا شخص مهتم بالمنتج الفلاني. وهنا ندخل في مسألة تحسين محركات البحث اللي هي الـSEO اللي تهتم فيها أكثر شركات التسويق. فأنا لما أجي لما أبدأ تحسين محركات البحث، أنا لنفرض خليني أبيع الشماغ هذا كمثال، عندي في الموقع حقي أحط شماغ، أشمغة، شمغ وما إلى ذلك، فهذه تعتبر وتدخل من ضمن تحسين محركات البحث. فجوجل وكثير من البرامج تبدأ تبيع للمواقع والتطبيقات والمتاجر مبدأ أنه هذا مهتم بالمنتج الفلاني. طيب اليوم كنت أقرأ شغلة غريبة في تويتر، أنه مثلا أنت أصلا ما بحثت ولا شفت إعلان ولا وضعت لايك ولا أي شيء، ويطلع لك اللي كنت تفكر فيه. وكان واحد من التفسيرات المكتوبة بس ما أعرف عن صحته، وأنت بحكم اختصاصك يمكن تعرف، أنه أثناء ما أنت تتكلم مع شخص في شيء أنه المايك الموجود أصلا في الجوال هو داخل من ضمن فكرة الخوارزميات، ويقدر ينقل الأشياء اللي أنت تبغاها وبالذات تصير معروفة وتدخل التقنية في الموضوع. هذه لها حقيقة وأصل ولا لا؟ في بعض الشركات تم رفع عليها قضايا الفترة الماضية بدون ذكر اسماء في الموضوع هذا. طبعا لما نتكلم في مسألة التقنية لا، لما نتكلم في مسألة المنطق ممكن. أنا بجيك من ناحية التقنية، أنا لما أتحدث معك في موضوع أيا كان الموضوع، أنت كنت باحث عنه من قبل، ما هو أنا بيطلع عندي. ليش؟ الموقع الجغرافي، كلنا مفعلين الموقع الجغرافي. لا لحظة عيدها لي شوي. الآن أنت جيت تتكلم معي عن شراء سيارات، يا سلام، نوع معين من السيارات، نوع معين، لون الفلاني وما إلى ذلك، هذه سوالف بيننا، حلو، ما لها علاقة بالجوال ولا انكتبت، تمام. وبعدين أنت كنت باحث عنها من قبل؟ هذا سؤال. إذا كنت باحث عنها أنت قبل أسبوعين لوحدك، تمام، في خوارزمية تبدأ تبني إيش اللي ممكن نتكلم فيه، لأنه موقع الجغرافي حق التطبيق أو حق الجوال أنت مصرح معطي تصريح للتطبيق أنه يحصل على موقعك الجغرافي، صح؟ طيب. ولا لا؟ فلما أجلس أنا وياك الآن، تمام، يبدأ يتعرف أو تتعرف الخوارزمية أننا إحنا بجنب بعض، فتبدأ تبني أفكار عن حديثنا، عن بحثنا، أنا بحثي لوحدي وأنت بحثك لوحدك، بحثك بالسوشيال ميديا. طيب ويصير تطلع لك أنت أبحاثي أنا، يا سلام عليك. طبعا يعني أنت ما بحثت عن السيارة بس أنا بحثت عنها، أي جمعنا الموقع الجغرافي يطلعوا لك السيارة. أي نعم، يطلعوا لي السيارة مو بمبدأ أنه أنت بحثت عنها، لا، إعلان بس لأنك تواجدت في موقع جغرافي مع شخص بحث عنها. نعم، الخوارزميات كثيرة أنها تطلع لك، طبعا ما تطلع لك 100%، أحيانا تطلع لك إعلانات ما لك دخل فيها ولا عمرك بحثت فيها، خلنا نقول نسبة 90%، وما زال 90% رقم جدا عالي. طيب في طريقة لتجاوز هذا الأمر في الجوال، أنك مثلا تقفل الموقع، تقفل التتبع أو غيرها؟ إذا قفلت الموقع ما راح، أغلب التطبيقات ما راح تقدر تستخدم التطبيق. طيب إجمالا التعامل مع الخوارزميات بشكل إيجابي كيف لازم يصير؟ ما في شيء اسمه التعامل مع خوارزميات. يعني لنفترض أنه أنت ما تحب الشيء هذا، ما تحب أنه خلاص أنا بحثت عن شيء في جوجل أبغاه يبقى في جوجل، ما أبغاه يطلع لي في كل مكان، في طريقة تقنية ولا لا؟ للأسف الإنترنت ما في شيء يحذف، كل الإنترنت، يعني خليني أجيب لك كمثال الآن، لو عندك حساب خلينا نقول في تويتر مثلا، انا غردت تغريده وانت سويت ريتويت، انا لو بحذف التغريده وبحذف حسابي ما تنحذف من عندك، هذه نقطه. النقطه الثانيه، لاحظ انه الحسابات حتى اذا جيت توقف الحساب في شيء اسمه تعطيل وليس حذف. لحظه، كيف ما تنحذف من عندك؟ يعني اليوم انت اذا سويت ريتويت لتغريده معينه وصاحب التغريده حذفها بعد ساعتين ثلاث اربع، تنحذف التغريده تماما؟ تنحذف، انا ما عندي مشكله بحذفها، انا عندي مشكله انها بتبقى بالسيرفرات، ما راح تنحذف من تويتر كامل،
تبقى في السيرفرات حق شركة تويتر. اي حق الشركة. نعم. لكن اقصد انه في الموقع نفسه حتى لو كتبت عنها في محرك البحث ما تلقاها. ما راح القاها. نعم ما راح القاها، لكن كل شيء بيبقى بالانترنت. ان سؤالك كان لو حذفت شغلة انا ما ابغى جوجل يتبعني، ما في شيء اسمه ما ابغى، الانترنت كاملا ما في شيء يحذف فيه. طيب بنيجي لموضوع الاختراق الأجهزة، أنت يمكن قريب من هذا الموضوع وعندك فكرة عن استعادة الاختراق وحوادث الاختراق اللي تصير، خلنا ندخل في الموضوع هذا شوي. مو اختراق الأجهزة بمبدأ اختراق الأجهزة، اختراق الحسابات. أي. بطريقة جدا بسيطة وسهلة، أنا أسميها صراحة هندسة اجتماعية. أحيانا يكون اختراق حسابات السوشيال ميديا بشكل عام أو أيا كان الحساب عن طريق تخمين كلمة السر. الأغلب يقول لك أنا كلمة السر A capital A small من 1-6 مثلا، والكثير A capital A small من 1-6. طيب تخمينها هذا جدا سهل، كل ما كانت كلمة السر صعبة كل ما كان صعب تخمينها. فيه دراسة الكلمات السر، إذا حطيت كلمة سر مكونة من حروف وأرقام، طبعا حروف كابيتال وسمول وأرقام ورموز، يستغرق الذكاء الاصطناعي لتخمين كلمة السر 32 سنة. معلش تعيد المعلومة، إذا حطيت كلمة السر الخاصة فيك من حروف وأرقام ورموز، يعني خلنا نقول A capital مثلا A small من 5 إلى 15 علامة آت أو تعجب، يستغرق الذكاء الاصطناعي عشان يطلع كلمة السر 32 سنة. ممتاز، إذن هذا الأأمن، هذا الأأمن، الأقل أمانا، الأقل أمانا أنك تحط A capital A small من 1-6، A capital A small رقم جوالك، وكثير من الناس يسوي الحركة هذه. طيب من الأشياء اللي يحذر منها أنك لا تكرر كلمة السر في أكثر من موقع ولا أكثر من مكان ولا أكثر من استخدام، هل تكرارها وهي كلمة قوية يؤثر ولا لا؟ نعم يؤثر، حتى وهي قوية، حتى لو هي قوية. لسبب، ممكن يخترق موقع من المواقع حمايته ضعيفة وتتسرب كلمات السر وتباع في الدارك ويب وما إلى ذلك. طيب اللي يخترق حسابه كيف يستعيده؟ له طريقتين، واحد. يتواصل مع مهتم أو مختص بالمجال التقني، ولا يتواصل مع شركة. طيب الشركة والمختص إيش يسوون عشان يستعيدون؟ بالنسبة للشركة طبعا راح تطلب منه مجموعة من المعلومات المفروض أنها تكون صحيحة، وهذا خطأ من الأخطاء الشائعة عندنا، أنه بفتح حساب خلينا نقول في تويتر أحط تاريخ وهمي، تاريخ ميلاد وهمي، رقم جوال وهمي، وهذا من أكبر الأخطاء. فالمفروض أنه يحط معلومات صحيحة 100% على أساس عند استرجاعها يثبت لشركة تويتر أنه هو صاحب الحساب. عن طريق المختص، طبعا المختص له طرق أنه يرجع الحساب، سواء تواصله مع الشركة سواء بطرق أخرى نظامية وما إلى ذلك. طيب اليوم كذا بصراحة مطلقة، مواقع التواصل اليوم تويتر سناب شات فيسبوك غيرها، ملاك هذه المواقع وأصحابها والناس الشغالين فيها بشكل رئيسي يستطيعون الاطلاع على خصوصيات المسجلين في هذه المواقع اطلاع تام وكامل ودائم ولا لا محمية؟ معلوماتهم ولا التفاصيل الداخلية؟ التفاصيل الداخلية، الرسائل، الصور، الفيديوهات، كل شيء. نعم نظاما أتكلم ولا هل يستطيعون؟ هل يستطيعون؟ نعم يستطيعون نظاما؟ نظاما لا، نظاما هذا يدخل بمبدأ الخصوصية والقانون الدولي للخصوصية. وتقنيا؟ تقنيا نعم يستطيعون، ممكن يدخلون. نعم هذا كلام أكيد. نعم قولا واحدا. نعم شكرا لهذه الصدمة أستاذ سليمان، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، وإن شاء الله نمد لقاءاتنا دائما، لأنه دائما الحديث شيق ودائما تجي أسئلة كثير. يعني شفت فكرة الاطلاع على الخصوصية، فكرة الاختراقات، فكرة، فأتمنى كذا أنك تقبل أنك تكون. بالعكس أتشرف، الله يسعدك. شكرا جزيلا. العفو، الله. أشكر الأستاذ سليمان الدلالي، بصراحة مجموعة من الموضوعات المهمة جدا، وفي حلقة قادمة إن شاء الله راح نفتح
معه أساليب الاحتيال الجديدة اللي يكون هدفها أصلا احتيال مالي وتستخدم فيها التقنية والهندسة الاجتماعية والخوارزميات علشان يوصلون إلى بعض الاحتيال المالي اللي صاير في الموضوع. شكرا للأستاذ سليمان، شكرا أيضا قبله للدكتور صالح الدماس، للأستاذ أحمد الركبان، ولكل ضيوفنا الذين شرفونا، الأستاذ رضوان الجلواح في هذه الحلقة. سنستمر معكم دائما في متابعة كل الموضوعات أولا بأول. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل سبحانه.